مشاهدينا الأعزاء، وهذه دعوة حب أخرى نلبي فيها في هذه الحلقة، دعوة الفنان الكبير القدير. بنت كرونيات كريمات، خشوا عليا يا حلوين، أسعارنا كازينات، مين يقول هذا؟ أهلا بك يا أستاذ فريد. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا. لما سألناك هتدعينا فين، طلبت أو صممت على إنه يكون الدعوة في بيتك، يا ترى ليه؟ أنا بحب البيت وبحب الوعاد في البيت في رمضان، يعني أحب أقعد في البيت مع أولادي، وبرضو يجي حد يزورني. أنا أحب قعدة البيت باستمرار في رمضان، وفي قليل أو نادر لما أطلع أتسحر برا، يمكن في محلات عادية يعني، أنا وبرضو الأولاد بيبقى فيه مثل. إنما ما عدا الشيء الوحيد اللي محروم منه وكنت بروحه زمان، سيدنا الحسين. يعني المدام مرة قالت لي تعال نروح سيدنا الحسين وتاخد الأولاد وبتاع، قلت لها بلاش، مش لأن الجمهور بيتلم عليها، لا بعرف أقعد على قهوة الفيشاوي اللي كنت بقعد عليها زمان، ولا بعرف أخش أصلي، ولا بعرف كمان أتسحر معاه. فأحنا بسيبهم يروحوا لوحدهم مرة في الشهر، لو شهر رمضان يعني. يا عرب سيبوني في حالي بقى، حلوا عني اعملوا معروف. في بداية برنامجنا دايما يا أستاذ فريد بنسأل عن ذكرياتك في رمضان، وكنت بتقضيها فين في فترة الطفولة، وإيه اللي باقي منها من تقاليد لسه محافظ عليها لغاية دلوقتي؟ السيدة زينب، وبعدين انتقلنا إلى حي الحلمية الجديدة. معرفش، أنا كنت بعكس الأولاد في الفترة دي طفولتي، يعني كنت بستعمل الفانوس أو بمسك الفانوس في إيدي، إنما ما بلعبش بيه، بأمشي في شوارع الحي أو حوار الحي ونادي وأقول الليلة التمثيل في بيت فريد شاوي. كنت يعني عامل فرقة صغيرة كده، وكنت أمثل في يعني قطعة محفوظات، حاجة لشوقي، حاجة لتيمور بيه، يعني واقف على الدكة كده في الجنينة بتاعت بيتنا وأمثل. فكنت الأب بعد الفطار على طول أمشي بالفانوس زي المسحراتي وأقول الليلة الليلة التمثيل في بيت فريد شاوي الليلة. ده كان عندك كم سنة؟ 10 سنين تقريبا يعني. يعني التمثيل في دمك. مش في دمي، ده يمكن مولود بيه. طب مفيش حاجات شقاوة كنت بتعملها كده في رمضان؟ يعني كنت مثلا الحاجات اليميش بتاعت رمضان دي احيانا كنت اسرقها من ورا والدتي واديها لاولادي اللي جايين يتفرجوا علي، فكنت اتضرب كل معلقه بعد التمثيل يعني. شوقي، قالوا عنك انك ملك الترسو وانك وحش الشاشه، أني تسمية فيهم أقرب إلى قلبك؟ هو الوحش الشاشة دي، أولا التسميات دي مش أنا اللي بسميها لنفسي، يعني هي نبعة من الجمهور، والجمهور ساعة ما قال وحش الشاشة كنت في الفترة دي بعمل أفلام الأكشن وأصدوم وحش في التمثيل. ملك الترسو لما كانت القطر المصري في سينمات درجة أولى والتانية والتالتة ورابعة، كان في كل حي في سينما، ومع احترامي يعني اللي انا بطالب بيه دلوقتي، فكنت انا ملك في الحته دي، ملك الترسو يعني. بقى كنت بعمل اكبر ايرادات لاني كنت بعمل افلام نبعه من الشعب، يعني بعمل النجار، الحداد، سواء الاتوبيس، نص حسن، الفتوه يعني. فكان هنا لقب ملك الترسو يعني. والوقت بقى بنجمع بين الترسو والبريمو وسمينا الملك يعني. الملك بس في القمه. أستاذ فريد، أنت لما سألناك مين ضيوفك هيكونوا عز الناس إليك اللي تحب تستضيفهم معانا، قلت زوجتي وبناتي. أولا حضرتك خلفت 5 بنات. أمسك الخشب، يعني نقدر نقول أبو البنات. طب يا ترى هو ده أقرب تسمية ليك ولا الملك؟ لا، سمونا برضو أبو البنات، وأنا سعيد بأني خلفت بنات، لأن في الواقع فيهم العطف والحنان. صحيح 3 منهم متجوزين وبعد عني، لكن طبعا بيزوروني باستمرار، مجرد اي الم او اي تعب على طول بيسيبوا بيتهم واولادهم ويجوا جري يعني. الحمد لله، يمكن لو كان ولد ما كانش سأل فيه. يعني افهم من كده انه ما كانش نفسك تكون عندك ولد؟ الحقيقة يعني كل اللي بعته ربنا قبلته بصدر رحب جدا وكويس اوي الحمد لله. سهير ترك، مدام فريد شوقي، عبي فريد شوقي، رانيا فريد شوقي. اولا نقدر نقول ابن الوز عوام؟ ازاي؟ بابا اتولد ممثل. فيعني ايه، في عندكم ميول فنيه بقى زي بابا كده؟
بابا يحكم. ترد انت؟ لا احنا عايزين كنتوا تتكلموا. رانيا انت ليكي هواية في التمثيل ولا بتحبي التمثيل؟ يعني اكيد برضو يعني ابن الوزع برضو خدته من بابا يعني. فحبيته منه يعني من خلاله وحبيت التمثيل. يعني نفسك تبقي ممثلة فعلا؟ باذن الله يا رب. ان شاء الله. عبير انا اخراج. اخراج انت فعلا خطيتي الخطوة الاولى؟ انا في تالتة اخراج مع سليم. بيقولوا ما شبه اباه فما ظلم، المثل ده يعني انتوا مقتنعين بيه جدا؟ مدام سهير يعني قطعا الزوجة لفنان لازم يكون لها دور، يا ترى انت يعني في اعماله الفنية ليكي دور كناقدة ولا هو بيعمل اللي في دماغه بس؟ لا، اولا هو من النوع اللي يحب يشور، يحب الشورة جدا. وبعدين طبعا ما فيش شك ان انا بقول رأيي وبكون صريحة في رأيي جدا بدون اي مجاملة، لان طبعا مش ممكن حجامل على مصلحة جوزي يعني. فببقى يمكن ساعات ببقى رزيلة في صراحتي. انما هو هو انما دايما انا احب افات فانا ما اقدرش اقول ان انا ما بقولش، لا بيسيبني اقول رايي بالعكس، وبياخد ويدي معايا ويعني برضه هو في الاخر الكلمه الاخيره ليه. انما هو يحب ياخد الراي. طب سهير يعني قول لنا كده بصراحه برضه، فريد شوقي الزوج. فريد شوقي الزوج اولا يعني تقدر تقول عليه زوج مثالي، انه رجل بيت يعني عكس ما تخافيش قولي. لا 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 ما بخافش يعني. هو عارف ان انا ما بخافش. فلا يعني هو راجل بيت، يحب البيت، يحب الاسره. طب ما هو يعني اي زوج، هو دي احسن حاجه بتبقى في اي زوج يعني. طب هو وحش على الشاشه، هل هو وحش في البيت اطلاقا؟ ده انا بتهيألي انا اللي وحش في البيت مع البنات يعني بالذات. ده بيسموني انا البابا، هم مع يعني تقول لك بابا يا ما بيزعقش ما بيضربش ما انما يعني انا هنا انا بالنسبه لهم انا الغوريلا. عبير وراني يقولوا لنا بقى بابا الاب. انت اشمعنى انا اللي بتديني على طول تتكلمي؟ قولي يا عبير الاول. عبير انت الكبيره. حاضر. انت الكبيره. كاب يعني؟ لا انا اهم مواصفاته، احنا مش عايزين وعيوبه كمان، ما تقوليش بس المزايا يعني. قطعا كل انسان فيه عيوب ومزايا. لا هو الحمد لله مزايا اكتر من عيوبه يعني. زي ايه؟ مميزاته يعني؟ مش عارفه، بتهيألي ان مش ممكن هلاقي اب زيه يعني خالص في الدنيا كلها. لا دوري يمكن تلاقي. لا ما فيش. ده اللي مش ممكن. ده اللي مش ممكن. يعني يعني بياخد رايك في حاجات. لا هو من ناحيتي هو معودنا ان انا ورانيا حتى بياخد راينا في حاجات يعني. لو بيكتب حاجه يطلع يقولها لنا، ياخد راينا فيها. لو عمل مسلسل في التلفزيون او فيلم بيسالنا راينا فيه. فهو بيشاركنا معايا. هل بيطبق المثل اللي بيقول من كبر ابنك خويه؟ لا دي قوي. لا هو مش من ساعه ما احنا يعني مش من اول ما كبرنا، من واحنا صغيرين هو معودنا على كده. طب عبير يعني بتعملي ايه عشان تمشي خطوات للفن؟ انا اول خطوه مثلا دخلت المعهد. رانيا بقى انت عايزه تبقي تمثلي. ايه اللي عملتيه لغايه دلوقتي عشان تمشي في نفس الخط وتوصلي للي وصله بابا؟ بابا وصل للقمه بقى الملك. لا هو يعني هو لغايه دلوقتي انا ما خدتش ثانويه عامه، بس باذن الله يعني همتحن واخدها واخش معهد فنون مسرحيه باذن الله. طب انت خايفه ليه؟ اللي تمثل لازم ما تخافش. انا مش خايف. صوتك بيروح ليه؟ لا انا هاديه كده. انت هاديه؟ قدام الكاميرا بس عامله نفسها هاديه. استاذ فريد انت بتتوقع ليهم النجاح في مجال الفن؟ الحقيقه بالنسبه الاولا لعبير يعني انا ما قلتلهاش قدمي في معهد السينما، برغم انها جابت مجموع كبير وقدمت في كليه الاداب وقدمت في معهد السينما الاثنين مع بعض، وحبت تجمع بين الاداب ومعهد السينما ما امكنش في الواقع، او الاكاديميه حتمت عليها انها تكون في كليه واحده اللي هي معهد السينما يعني. انطلقت في معهد السينما وكما يقال من اساتذتها يعني انها محبوبه ومجتهده وبتعشق وهي من زمان عندها لمسه فنيه يعني، بترسم
ترسم على الازاز ترسم تلخبط يعني، وهي طفله حتى كان فيها الداده. يمكن من انا مثلا اديها فكره سيناريو تقراه برضو قبل ما تخش المعهد، يعني كانت مؤهله انها تخش المعهد. اعتقد من جلساتي معاها انها هتبقى مخرجه كويسه قوي، بس هتبقى رومانسيه يعني الافلام الرومانسيه تقريبا اللي احنا طبعا فقدناها في الايام دي، وهي فاهمه ان دي هترجعها تاني. انما يعني احنا في حياتنا الواقعيه دلوقتي فاقدين الرومانسيه خالص. مش معنى فقدناها يعني ما بقاش في وقت الولد والبنت وبتاع، انما في رومانسيه بين الاب واولاده والاخ والبلد وكلها. النوع ده يمكن تعيد لنا السينما المصرية من ناحية الرومانسية. رغم كل النجاح اللي حققته، في بعض النقاد قالوا ان في افلام معينة ليك كانت ضد القيم المفروض ان احنا نغرزها في ابنائنا، رأيك ايه؟ مش ضد القيم، لا، في افلام دون المستوى عملتها، بعترف بهذا، وعدد كبير ايضا. لماذا؟ لأن هرجع أقول لأن أنا كل سنتين أما أكتب فيلم، فالسنتين ما يعيشوش فيلم واحد ما يعيش، فبيجي لي أفلام سرودة من نص ده من خلال ده بضطر أعملها، بحاول أصلح فيها شوية، ما صلحش اضطريت أعملها. وأنا حصلتي إذا كانت 300 فيلم فالحمد لله في 100 ناجحين أو 100 عاملين بصمات في صناعة السينما، وأعتقد دي نسبة مش بطالة. من حيث التلفزيون اللي بقاله 30 سنة أنا ما عملتش أكتر من 6 مسلسلات، وده عدد قليل جدا، لاني حريص كل الحرص المسلسلات، وبقولها للي بيكتبوا مسلسلات واللي بيمثلوا مسلسلات، المسلسل ضيف على كل بيت وكل قرية وكل نجع، فهي لازم يبقى ضيف ظريف، ضيف تستفيد منه الاسرة المصرية. فانا حريص لذلك 5 6 عم حمزة صابر الصول مجاهد البخيل وانا اللي عملوا يعني حريص في دي قوي حقيقة. أستاذ فريد، من خلال مشوار حياتك كفنان وكإنسان، عايزين نستخرج مفاهيمك في معاني وقيم معينة في حياتنا. الزواج مهم 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 جدا للفنان كمان. العطاء العطاء طبعا أنا أحب العطاء قوي. أنا أعطي كثير يعني، أعطي من فني ومن حياتي الشخصية. الصدق أحبه، أحب الصدق قوي، أكره الكذاب، أكره الكذاب موت. الأبوة بحبها قوي لأني أنا أب بحب بناتي قوي، بحبهم جدا يعني. نخفف شويه بقى ونشوف عايزينكم تفتروا لنا على استاذ فريد شوقي. الانسان مننا دايما بيوصل لقمه المشاعر، ممكن يبكي وممكن يضحك، بيضحك من قلبه. امتى فريد بيبكي وامتى بيضحك من قلبه؟ سهير، يمكن انت اقرب الناس ل يعني ما نعملها بفكر بالنسبه يمكن للضحك، يمكن يضحك على النكته الحلوه يعني. يعني هو دايما وهو عموما ظله خفيف طبعا، وعنده احساس بالنكته الحلوه، حتى اللي يقول نكته وحش ما يعجبوش، لان برضو القاء النكته فن. يعني ممكن واحد يقول لك نكته حلوه ويبوظها وهو بيقول في القائها. بالنسبه للي يبكي فريد يعني ايه، يمكن الكبر والشيخوخه والالم يعني. لو حد يعني يمكن راجل كبير لو حس ان هو تعبان او مريض او يعني، ده يمكن اكتر حاجة تأثر في فريد، الطفولة والشيخوخة. احيانا الانسان يا استاذ فريد بيبكي من جواه، يمكن مش بدموع لكن جواه بيبكي. امتى تعرضت للموقف ده؟ بتعرض يعني لما ازور صديق عزيز علي مريض، ما اقدرش ابكي دموعي تنزل قدامه، يمكن انما اعيط من جوه. اما يكون صديق يعني شفنا مع بعض الشباب ولاقيه في السرير ابكي من جوه، ما اقدرش اقعد قدامه كتير، ببقى من جوه. البنات بقى، انتوا شفتوا افلام بابا القديمه والافلام الجديده، بتفضلوه في اني نوعيه من الافلام؟ مش عارفه، انا بخصوص انا مش عارفه، ما كنتش بحب الاكشن.
ما كنتش ما احبوش اصلا في الفيلن يعني رومانسي لا ما احبوش لما بيبقى شرير يعني لا لكن بحب رصيف نمر خمسة وقالوني مجرم انا احبه ما احبش حميده والفتاوى نص نص يعني كنت بتقولي له الكلام ده لما يبقى بي الفيلم بيعرض ولا لا انا بيعجبني الفيلم بس انا مش عايزه بابايا يعني يكون يبقى في الشخصيه دي هو ده لكن الفيلم هو في كل فيلم انا بيعجبني جدا بس انا بقول يعني الحاجات اللي انا بحبها يعني طب انت يمكن من وجهه الاخراج نشوف رانيا من وجهه تمثيله بقى بتحبي بابا في التمثيل الافلام القديمه ولا الشخصيات الاثنين في النهايه ايه الامنيه اللي بتتمنى تحققها أمنيتي حقيقة إن يعني إن ربنا يديني شوية عمر واحتفظ بحب هذه الجماهير العريضة وأمثل فيلم مع رانيا وعبير تخرجه.